السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم. هاي الشيخ بطة جاءتني على سؤال أنه الإنسان كيف بيقدر يلحق على كل المسؤوليات والمهام اللي بتكون حواليه، وأنه أوقات يمكن يأثر بالقرآن، ما بيقدر يحفظ قرآن، أوقات بيقدر بيأثر بحق حاله، أوقات بحق يعني إذا أعطى تركيزه لشيء معين حيهمل الشيء الثاني، فشو بيعمل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. شو يعني سددوا وقاربوا؟ شايفين هاي الدوائر اللي حوالين الدائرة اللي بالنص، يعني الإنسان هذا الآن الإنسان حوالي دوائر، دائرة هي حتكون لربي اللي هي الأساس، وما خلق الجن والإنسان إلا ليعبدون. هاي الدائرة الأساسية اللي فيها الأشياء الله سبحانه وتعالى حلق فيها الصلاة، حلق فيها الصوم التطوع، حلق فيها تخصيص وقت لله سبحانه وتعالى، وقت للذكر، وقت لعبادة التفكر وهي عبادة مهجورة، هذا وقت حيكون لله سبحانه وتعالى، تمام؟ هاي لحال. طيب في دائرة تانية حتيجي للآخرين، أنا هاي الدائرة تانية تعيت للآخرين حيكون فيها وقت لزوجتي، وقت لأولادي، أو وقت المرأة لزوجها، وقت الأولاد، وقت للوالدين، أنا لازم أخصص وقت للوالدين، وقت للأقارب وصلة الرحم، وقت للإخوان الأصحاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حقت محبتي للمتزاورين فيها، للمتبذلين فيها، فهي أوقات للآخرين. وفي وقت بده يكون مخصص لنفسي، وقت لحتى انا اعمل مثلا رياضه، وقت لحتى اخذ انا استجمام، وقت لحتى انا اجي اتعلم، لحتى انا اتطور نفسي، اتعلم علوم دنيويه واخرويه، ومنها علوم القران او غيرها. ففيها يعني طب انا وين بده الواحد يلحق كل هال يعني اشياء لنفسه، اشياء لربه، اشياء للاخرين، كيف بده يلحق عليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول سددوا وقاربوا. إذا إنسان مال لدائرة من هذه الدوائر أكثر من أخرى يقع ويترك الأخرى كالمعلقة فيختل الميزان عنده. والله سبحانه وتعالى يقول فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، مش بس بالضراير، حتى بالاهتمامات. يعني عندنا نحن اهتمام، أنا إذا اهتميت ركزت كل اهتمامي لحق الله سبحانه وتعالى، بطلت أروح الشغل، بطلت أهتم بنفسي، بطلت أهتم بأي شيء، لا صار في عندي خلل بالتوازن بحياتي. ما طب أنا رب العالمين أعطاني زوج وأعطاني أولاد لحتى كمان أهتم فيهم، إلهم حقوق علي، أعطاني والدين إلهم حقوق علي، نفسي إن لنفسك عليك حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، قال فأعطي كل ذي حق حقه. طيب أنا لما بدي أبلش أقسم وقتي أسبوعيا أو شهريا أو حتى سنويا لهالحقوق، بدي أعرف أنه أنا لما أعطي هالحقوق ما حأقدر أعطيها 100%، فممكن أعطي أنا هالحقوق 70 أو 60 أو حتى 50%. يعني أنا لما أخصص وقت لأولادي، لا مهني بحاجة لأكتر، بس أنا حقوم مقصر، فأعرف أنه في جزء من التقصير، عشان نحن أساسا بالدنيا اسمه دار نقص. أنا بعطيني اللي قادر عليه، أنا أسبوعيا قادر أعطي مثلا أولادي 5 ساعات، هل 5 ساعات سواء مفرقين أو مجتمعين، أنا بقدر أعطيهم 5 ساعات. إذا أعطيتهم 5 ساعات هني بحاجة لعشرة و15 و20 ساعة، أعطيتهم 5 أحسن ما إنه ما أعطيهم بالمرة. نفس الشيء أعطيت لزوجتي أو المرأة أعطت لزوجها، نفس الشيء أعطيت لنفسي أنا روحيا وجسديا. فأنا أعطيت نفسي روحيا مثلا بالقرآن والصلاة، وأعطيت نفسي جسديا بالتمرين أو بالرياضة ونحو ذلك، فأعطيت كل واحد جزء 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 جزء، فبكون قسمت، بكون عندي ساعتها صار في توازن، توازن بين حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الآخرين وحقوق نفسي. إذا ما عملت هيك وملت لأي حق من الحقوق حوقع بخلل. أما التوازن بالدنيا أن أعطي كل شيء، فاتقوا الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قدر الاستطاعة بعطوا هون وهون وهون. فدائما نحن بدنا نركز الميزان كيف، أنا لازم أضلني بالنص. والله أنا لقيت حالي غلبت الجانب الشرعي، أو الجانب اللي أنا مثلا اللي الدراسة الشرعية، عم بحفظ قرآن كتير، عم بياخد وقت من وقت كتير بشكل يطغى على وقت أولادي، بطلت أقعد مع أولادي، بطلت أقعد مع زوجتي، لا بدي أروح أعطيني شوي من وقتي، ما عم بزور والدي، لا بدي أعطيني شوي من وقتي، ما عم بخصصهم بالدعاء، بدي أعطيني شوي من وقتي، ما عم بذكر الله سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بدي أخصص شوي من وقتي لحتى يكون في عندي توازن، بدي أطور نفسي أنا كمان بالدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، نفس الأمر. بس حبيت أذكر نفسي وإخواني، وهذا الصوت فيه خير إن شاء الله إذا بتحبوا تنشروه. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.